بين الاستقالات المكتوبة والاستقالات فقط الشفهية، مكتب يعلن عن رحيله في نهاية الموسم، وأيضا تصريف الأعمال من طرف نفس المكتب، وكذلك الأثر ديال هاد الأشياء كلها على المسؤولين اللي غيقدروا يجيو فيما بعد. هاد المخاض اللي كيعيشو فريق الرجاء الرياضي بغيوك تكلمنا عليه سي عبد الفتاح. والحديث على هذا المخاض الذي يعيشه نادي الرجاء الرياضي ما يمكنش لنا نتعمق فيه الا باستحضار الماضي القريب. فكنشوفوا بان الفريق مشى الزيات، جات لجنه تصريف الاعمال برئاسه الاندلسي في عهد الاندلسي، الفريق في هذه الفتره الوجيزه ديالو الفريق فاز بجوج ديال الالقاب، كاس الكاف وكاس محمد السادس للانديه البطالة، وفي نفس الوقت حقق عائدات مالية كبيرة لتقارب 13 مليار أو 14 مليار. كاين الصفقة ديال مالونغو، الصفقة ديال رحيمي، وأيضا المداخيل والعائدات المالية ديال الفوز بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، ولكن الفريق لم يستفد من هذه العائدات المالية الاستفادة على المستوى البشري. فهو استطاع أنه يحسم في بعض النزاعات ويسوي بعض الملفات، ولكن الطريقه ديال التدبير ديال هذه المداخل والعائدات الماليه انا من منظوري الشخصي لم تكن مقاربه واقعيه وموضوعيه الى حد كبير، لانه لا يعقل ان فريق مثل الرجاء انه تبيع جوج ديال الاعمده اللي عنده في خط الهجوم وما تحاولش انه يعوضهم بلاعبين واعدين، لاعبين اللي قادرين على انهم يسدوا الخصائص بواحد النسبة ديال 70 أو 80% ماشي 100%. ولكن للأسف شفنا صفقات فاشلة، شفنا تم تعاقد مع لاعبين أنا لحد الساعة أتساءل كيف تم التعاقد معهم ومن جلبهم، واش كانوا الناس مغمضين عينيهم وتختاروا في هذا اللعب وجابوه من الرجاء. هذا شيء مؤسف. الرجاء رغم أن الرجاء هو مقبل على عصبة الأبطال الإفريقية، مقبل على اكثر من واجهه خارجيه، البطوله المحليه كاس العرش، فاذا الفريق كيلقى نفسه امام واحد التركيبه بشريه اللي جد محدوده. هناك طاقات شابه، هذا يجب ان نعترف به، هناك طاقات شابه صاعده ولكن تحتاج الى الوقت، تحتاج الناس باش تصبر عليها. ولكن اعتقد بان المشكل هو هذا، هو ان اذا بغيتي فريق الرجاء يمشي في خط تصاعدي ويحافظ على هذه المكاسب، كان ضروري من تعزيز الصفوف بواحد ثلاثة أو أربعة ديال اللاعبين اللي قادر أنهم يصنعوا الفارق. لكن للأسف هذا النقص في التركيبة هو اللي خلى الفريق يودع دوري أبطال إفريقيا. أضف إلى هذا أن الفريق في هذا الموسم الرياضي حطم الرقم القياسي، ثلاثة مدربين كيتعاقبوا على فريق الرجاء في موسم واحد. أيضا كاين الخطأ الفادح ديال الاستغناء على المدرب تونسي سعد الجردة، تعاقد مع المدرب البلجيكي، وحنا كنعرفوا بان اي مدرب شكون المحامي ديالو الاول والاخير هي النتيجه. فكنشوفوا بان المدرب حقق مطار موفق مع نادي الرجاء الرياضي، جا المكسب المسير الجديد برئاسه انيس محفوظ، فاذا به اول قرار كيتاخذوه هو القرار الانفصال على المدرب سعد الجردة بدون اي مبرر. ما كاين حتى شي مبرر موضوعي تيخلي ان اي مسؤول يفكر في انه ينفصل على مدرب هو تحقق نتيجه ايجابيه. وشفنا اليوم الفريق كيأدي الضريبه ديال هذا القرار المتسرع المتهور. انا اللي بغيت ناكد على سي انس هو ان الانديه الكبيره خصها دائما تحافظ على التوازنات ديالها وتحافظ على هاد التلاحم ما بين جميع المكونات ديالها. راه الخطير في الامر هو اننا نشوفوا نادي كبير من حجم الرجاء انه ممكن ينهار بواحد السرعه فائقه، مثل ما انه استطاع يبلغ القمه في واحد الظرفيه وجيزه في هذه الفتره الاخيره، ويفوز بكاس الكاف ويفوز بكاس محمد السادس للانديه البطاله ويقدم مباريات جميله وكانت فيها القتاليه وكان فيها الاصرار وكان فيها التفاني وكان فيها الدفاع الالوان. راه صعيب ان فريق يطلع وينزل بهذه السرعه الفائقه. لذلك انا تنقول بان راس المال الحقيقي ديال كل نادي كبير بحال الوداد بحال الرجاء الجيش الملكي المغرب الفاسي الانديه الكبيره في المغرب، الراس الحقيقي ديالها هو الجماهير الرياضيه.
احنا كنرفعوا القبعه الجماهير الرجاويه لان وقفات مع الفريق لا في الفتره ديال الزيات ولا في الفتره ديال ما بعد الزيات وجات كورونا وايضا ما بعد اعاده فتح الملاعب. الجماهير كيف تتدفق وكيف تساند وكيف تشجع وكيف تقف الى جانب فريقها. ولكن انا نقول اليوم يجب نسيان الخلافات، الاخطاء وقعات، يجب تحديد المسؤوليات. الناس هاد الناس اللي فشلوا بسم الله يعاونهم، تكون واحد اللجنة مؤقتة لتصريف الأعمال، لأنه اليوم الخوف، كل الخوف هو أن الناس باغين يمشيو، بقات لهم شهر ولا شهرين باش يمشيو في حالاتهم، ولكن غادي ممكن غادي يدبروا المرحلة وياخذوا قرارات ممكن أن تؤثر على مسار الفريق في في في, نعم. في الموسم المقبل. نعم، وهذا أيضا ما أريد الحديث مع عادل عليه، وهو كنسمعوا بزاف ديال الأشياء حاليا، استخدام لاعبين من الهوات، يعني البحث عن مدرب او الابقاء عن مدرب او التجديد لبعض اللاعبين اللي هما اتضح بشكل جيد انهم راه ما يقدروش يلعبوا الموسم يعني أناس. أناس. نعم سي انس، الى سمحتي لي انا ماشي من عادتي نقاطع اي واحد، ولكن كاين واحد النقطه مهمه. كيف يعقل وانا غادي نرجع للفتره ديال الزيات، تصور معايا انه فريق عنده مثلا مالونغو، الفريق دا البطولة مع السلامي في 2020، كان مفروض أنه مجموعة من اللاعبين اللي هم من التوابيت يجب الجلوس معهم والتفاوض معهم من أجل تجديد العقود ديالهم. أنا كنتسأل واش الراجل ما فيهاش قسم قانوني ديال العقود، واش الراجل ما فيهاش الناس مسؤولين عن الجوانب القانونية، الناس اللي كتبعوا كل ما هو إداري. أعتقد بأن نادي في حال الرجاء خص يكونوا فيه ناس ضالعين في الجوانب القانونية، كاين قسم خاص بالتعاقدات. حنا اليوم الان راه كاين سؤال، ما عرفتش واش انتما غادي تشاطروا لي الراي ولا لا، كيف يعقل ان فريق بحال الرجاء اليوم هناك من يتحدث عن انه هناك 14 لاعب الان عقودهم منتهيه في غضون اسابيع، العقود ديالهم منتهيه، والان باقي ما تفاوضوش معهم باش يجدوا معهم العقود. واش هذا الشيء يمكن يصدقوا العقل؟ راه فريق يجدد العقود مع اللاعبين قبل انتهاء ديال المده القانونيه ديالها بسنه وسنه ونصف. حنا ما كنبقاوش حتى لاخر شهر في العقد ونجي نجلسوا مع اللعاب واش غتزيد معنا ولا ما غتزيدش معنا. انا كيبان لك بان الرؤيه غائبه، بان التدبير الصحيح لهذه الملفات والتعاقدات هو تدبير عشوائي. التدبير عشوائي، انا كنقول بان اللعاب غينتهي العقد ديالو مثلا في 2023، راه خصني نجلس معاه اليوم باش نجدد معاه حتى 2026. راه هذه المقاربه اللي كاينه في الانديه الكبيره، ولكن ملي كتسمع 14 لعاب عقودهم تشارف على نهايتها في غضون اسابيع، انا كنقول باز لهذا المسير اللي غيكون في الرجاء كيفاش غادي يدبر هذه المرحله. نعم، هذا الشيء هذا ربما يرجع لعدم الاستقرار، ما عرفتش عاد شاطرني الراي، عدم الاستقرار ديال الاداره التقنيه. ما عندناش واحد الاداره تقنيه ورياضيه اللي مستقره، ما كنقيسوهاش صافي، كنجيب واحد الكفاءه معينه وغتشتغل معنا على واحد المده ديال 10 سنين، لانه هذا هو اللي بغيتي يكون عندك نادي كبير وكتقول انا نادي كبير اليوم. اما في انه في كل تغيير مكتب او لا في خلال نفس الولايه ديال المكتب كنصيفط هذا مدير رياضي وكنجيب هذا مدير رياضي، فما عنديش استقرار وما عندي حتى شي رؤيه وما عندي حتى شي افاق اصلا باش نعرف شكون هو اللاعب اللي لايق ليا ولا اللي ما لايقش. هذا هو ربما الامر اللي كيعيشه فريق الرجاء الرياضي اليوم. عادل، لا، الحاجة اللي خصنا نثيروا الانتباه لها هي اللغة اللي ولات، اللغة السائدة هي التسيب، يعني ولات مارك ديبوزي للرجاء هو التسيب. التسيب بزاف ديال الحوايج، تيجيونا بعض لي زيكو ديال ان اللاعبين هما اللي تيتحكموا في التشكيلة، ولا اللاعب اكبر بكثير من الرئيس، من المدرب، من مكونات الفريق، وبالتالي هذيك هي الطامة الكبرى. ماشي المشاكل المادية، مشاكل التسيب داخل الفريق، ناهيك على المشاكل يعني اللي كما قال دابا السي عبد الطيب تيقول لك علاش ما نجدوليش. اي اجنبي تيجي للبطوله المغربيه ساعه ترومبلان باش يمشي للخليج ولا لوروب، المغرب او البطوله المغربيه هو ان بون باش يمشي، يعني يمشي لافاق افضل، يعني بال اكبر. يعني ما تنشوفش ان لاعب اللي عنده واحد المستوى معين بحال مالونغو، بحال اللاعب اللي كان في نادي تبركان اللي كان مهاجم ديال الطوغولي لابا، لا لاعبين في هذا المستوى انه غادي يبقى في البطوله المغربيه وغادي يشد داك الصالير وتسنى واش يتخلص ولا ما يتخلصش.
ومشي النزاعات بالتفكير ديالو هو اما اوروبا ولا ما كاش اوروبا كاين الخارج. وبالتالي هذا الشيء اكبر من مكاتب مسيره. انا المشكل اللي كبير عندي الان هو مشكل ديال التسيب، لان يمكن المال غدا لقاو المال، يمكن غدا لقاو المال، ولكن التسيب راه ما يمكنش بين الليله وضحاها نحيدوه من الفريق، لان ميوليو بعض التوابيت هما اللي تيحكموا في الفريق، هما اللي تيقولوا هذا المدرب يمشي هذا المدرب يجي، هذا اللاعب يلعب هذا اللاعب يطلع للتخيبين اليوم اللعب، حيت اليوم برد الحال، ولكن اليوم حيت كاين الشمس نفضل نجلس بونتوش. دونك شي حوايج اللي غريبه على الرجاء، الرجاء كتمدرسه يعني بزاف ديال الحوايج، يعني راه ما يمكنش اي واحد راه دازو العمالقه في الرجاء دازو العمالقه، ولكن ما عمرناش شفنا التسيب. كان بعض الحوايج ولكن ماشي حتى لهذا المدى. اليوم تنشوفوا بالملموس على ان هناك تسيب كبير، ولان اللي بغى يدير شي حاجه تيديرها. وبالتالي هذا المكتب المسير عارف راسو غادي يعني بعد اسابيع مع داري الان تيشوف الميركاتو. واش من الميركاتو؟ اش من الميركاتو الان تتدبر؟ ما فهمتش انا. الفرق غارق 80% او 70% من اللاعبين ما مجدلوش العقود، تقلب على لاعب في الهوات. شاد اللاعب الهوات بعدا كيفاش يدخل؟ واخا يكون تميز نقولوا ان هذا اللاعب عنده واحد المستوى يمكن يلعب في الرجاء، كيفاش يدخل؟ كيفاش؟ واش هيئتي الاجواء؟ الجو قال الاجواء مشحونه، مشاكل ماديه، لا كتغموا اللي تيحكموا، يقدر يشوف راسه انه يمكن غدا يلقى راسه في التخيبين. دونك شكون هذا اللي عنده رؤيه مستقبليه؟ حتى واحد ما عنده واحد الرؤيه مستقبليه للرجاء. الرجاء اي واحد بغى يجي ليها تيبان ليه كلشي فلو، ما تعرفش كيف واش كوليتي تحكم شنو شكون واحد الدور ديالو، واش الرئيس رئيس، واش المدرب مدرب، واش اللاعب لاعب، واش المنخرط منخرط، شكون يدير الادوار ديالو. وبالتالي فريق مرجعي وقاطره ديال كره القدم الوطنيه راه خصو يكون مسير بهذا الشكل. او اخر حاجه نهضروا عليها هي الميركاتو. اخر حاجه دابا في الرجاء هي الميركاتو. اول حاجه نشوف دبر اللاعبين اللي عندهم الاهليه وعندهم مستوى باش يبقاو في الرجاء الان، ونشوف اللاعبين اللي عندهم لي صالير كبار واللي ما يمكنش بالملموس ان الرجاء يعني تجدد معاهم، يجلسوا معاهم اطابل فوالا ها شنو بغينا، شنو خاصنا، شنو خاصنا، شنو خاصنا. راه ما يمكنش توعد الان زنيتي وتوعد ميتوالي وتوعد بزاف ديال اللاعبين وتقول لي نعطيك بحال اللي تنعطيك ديما. الرجاء راه ما يمكنش نعطيك 500 مليون لاعب في العام، راه من الحماقه. الفريق حتى تيعاني، راه شويه غادي يدير الصينيه، راه شويه غادي يمشيو للمنخرطين ويقول ليه خويا عاون الفريق. داكشي اللي كنا تنديرو ملي كنا صغار تنلعبوا ليه تورنو وتندير واحد الصينيه وتندير واحد الثاني وتنديرو بعد ما كانش الدراهم، ملي كنا صغار راه درهم بزاف، كنا تندير اربعه دريال في اليبوك في الثمانينات باش ندبروا الفلوس ديال التونيات وديال الكره باش نلعبوا شي تورنو. هادشي راه نشوفوا في المغرب مع الاسف، وانديه مرجعيه. دونك هذا مشكل كبير، التسيب هو اللي خصو يتحيد. ونفكروا كيفاش ندبروا الامور ديال اللاعبين اللي حاليا كاينين في الرجاء. ما نمشيش نقلب على اللاعبين، راه اخر حاجه الان الرجاء تفكر فيها هي جلب اللاعبين. وحتى هذا اللي يجي راه خصو يفكر 1000% قبل ما يجي في ظل هذا الجو الاجواء المشحونه وهذا الفلو اللي كاين. الحديث عن كل هذه الاشياء نذكر انه لي سالير ديال الرجاء كلهم مخلصين، كلهم اجور، وفريق رجاء الرياضي الان من بين القله ديال الفرق حاليا في المغرب اللي مخلصين جميع الاجور ديال اللاعبين، لانه كاين مشكل مالي لا على الرجاء لا على مجموعه من الفرق. فقط يعني الحديث